والله نتيجة كبيرة اليوم، الحمد لله كنا مركزين، نازلين المباراة أهمنا الفوز وبس، مش مهم من لعب مين، فرقة قوية فرقة ضعيفة. الحمد لله ربنا كرمنا الشوط الأولاني وطلعنا نتيجة 4-1، دخلنا أوضة اللبس ركز، اتكلمنا مع بعض إن احنا ننزل الشوط الثاني نأدي نتيجة أحسن من كده، والحمد لله ربنا كرمنا وفزنا، وإن شاء الله اللي جاي خير برضه. الحمد لله احنا مبسوطين جدا الحمد لله، وتنظيم على أعلى مستوى، يعني نشكر البلد المستضيفة المغرب ما شاء الله حاجة يعني على أعلى مستوى، وإن شاء الله البطولة تخرج على أعلى مستوى برضو زي ما ابتدت على أعلى مستوى، وإن شاء الله لينا البطولة إن شاء الله. والله منتخب ناميبيا منتخب محترم رغم إن هم لسه جداد في أفريقيا، بس إحنا الحمد لله بنعمل حساب لكل الفرق، والحمد لله ربنا كرمنا وحضرنا كويس، والحمد لله فوزنا.